أهلا بكم. ومن أخبار البلاد، حيث أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إيصال التيار الكهربائي لأول مبنى عام في مدينة المطلع، وهو مسجد بالضاحية N11. وأثنت المؤسسة في بيان لها على جهود وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لدعم إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة والقسائم السكنية وفق جدول زمني جرى ترتيبه لضمان التشغيل على مراحل عدة. وذكرت أن إيصال التيار الكهربائي إلى المباني العامة الجاهزة سيطلق تباعا ضمن الضاحية N11، على أن يتم تشغيلها من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومباشرة إلى المطلع لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. فهد، بداية مساء الخير، كيف تنقل لنا الصورة من حولك حول إطلاق التيار الكهربائي لأول مبنى عام في المطلع؟ مساء الخير زميلي رضا، تحية لكم ومشاهدي تلفزيون دولة الكويت. فعلا مدينة المطلع السكنية تبصر النور من خلال إيصال التيار الكهربائي بشكل رسمي إلى المباني الحكومية والمراكز الخدماتية، ولعل يعني تشاهدون من خلفي المسجد الذي يعتبر باكورة إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية، والتي تضم 28,000 وحدة سكنية ستبصر النور إن شاء الله في القريب العاجل بعد اكتمال كافة الإجراءات يعني والخاصة بين المواطنين طالبي الرعاية السكنية في مدينة المطلع السكنية في جانب، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الجانب الآخر. لمزيد من التفاصيل حول إطلاق التيار الكهربائي في المباني الحكومية، يسعدنا بأن نلتقي بالمهندس مشعل العتيبي رئيس فريق إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. مساك الله بالخير مهندس مشعل، في البداية نبارك لكم يعني إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية، والباكورة مباركة من خلال مسجد N11 في قطعة 3 في المطلع السكنية. ماذا نقول للمشاهدين بشأن إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية؟ أول شيء نبارك الأخوان المواطنين الكرام اللي ساكنين في مدينة المطلع بدء عجلة إيصال التيار الكهربائي للمباني العامة والباكورة في مسجد إن شاء الله، ونقول لهم إن شاء الله إن شاء الله فعل خير لهم وللمدينة إن شاء الله، أن أول مبنى عام تم إيصال التيار فيه هو المسجد. خلال الشهر هذا إن شاء الله ستبدأ العجلة، وراح يبدأ أكثر من مبنى عام إن شاء الله خلال الشهر هذا، فيها مستوصف، مخفر، مباني حكومية أخرى مثل مبنى إسعاف، مثل أيضا مباني البلدية ومباني لخدمة المواطن، ووصولا إلى اكتمال الشبكة إن شاء الله في شهر 8 بإذن الله. يعني نجحتم في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء في إنجاز خطة إيصال التيار قبل موعدها. طبعا إيصال التيار الكهربائي اللي احنا نتكلم عنه الآن الموعد التعاقدي له في شهر 12/2023، ومن فضل العزيز الحكيم احنا اليوم هذه البداية، وراح نكمل شهر 4 وراح نكمل شهر 5 وراح نكمل حتى تكتمل في شهر 8 بإذن الله. يعني نبشر طالبي الرعاية السكنية ومستحقي الرعاية السكنية في المطلع، متى سيصل التيار إلى مساكنهم؟ احنا بدينا بباكورة الآن 765 قسيمة، وبإذن الله خلال الشهر هذا راح نوصل العدد إلى أكثر من العدد هذا إن شاء الله، وبإذن الله شهر 8 راح يكتمل 13,934 قسيمة. الشبكة جاهزة؟ جاهزة بإذن الله. كل الشكر والتقدير للمهندس مشعل العتيبي رئيس فريق متابعة إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية، ونحن بدورنا نبارك للمواطنين والأسر الكويتية في مدينة المطلع يعني إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع، ونقول للجميع منزل مبارك إن شاء الله. نعم زميلي رضا، يعني هذا كل ما لدينا من إطلاق التيار الكهربائي في مدينة المطلع السكنية. نعم شكرا فهد، وكذلك الشكر موصول إلى ضيفك الكريم. عودة الآن إلى نشرتنا لاستكمال ما تبقى منها من أخبار.